نبيل نصيف الفيديو ديالك انت وشاكيرا دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين اللي قال انكم مزوجين، شنو تقول في هذا؟ هي صراحه شاكيرا كتربطني بها علاقه عمل، وكتربطنا علاقه صداقه اللي هي وطيده، وواحد العلاقه اللي هي زوينه. اما الزواج ما كاينش زواج، وباقي صغير على الزواج، يلا 22 عام عاوتاني، ما ان شاء الله باقي الوقت على الزواج. حنا بيناتنا علاقه نقيه، علاقه صداقه، كنعاودوا لبعضياتنا كل شيء. غير في مجتمعنا المغربي ما كنتقبلوش صداقه بين شاب وبنت، يمكن هذا علاش الناس كيشوفوا هكا كيتسحبونا مزوجين، ما كاين حتى شي زواج. شوف الناس اللي كانوا حاضرين في الحفل، كما كانش عادي ما غاديش يتفاعلوا بديك الطريقه، وحنا عندنا ناس زعما ماشي لديك الدرجه كيف ما وصفوها، ولكن ملي انا غادي نجي نصور وغادي نكادري وغادي نصور غنولوا في حاجه اخرى. هذا ما كان مصادر تتقول بالمصادر عندي تتقول بانك علاقه تاعها مع الاب ديالك، واش هادشي صحيح؟ انا غادي نجاوبك، لان هذا الموضوع تطرح مؤخرا، ومالوغوزمون لي ناس كنعتبرهم اصدقاء كنشكي لهم هادشي، علاش غادي نجاوبك. اولا مصطلح اب ما عندوش معنى في القاموس ديال حياتي، عندي مهمتي الله يحفظها ليا، هي اللي تقنت الدور احسن من صاحب اللقب، وكنشكرها وكنتمنى ربي يشافيها ليا من هذا المنبر. هذا ما كانش نقدر نقول لك دابا. شنو سبب هذه القطعه النبيلة؟ خاصنا بغينا نعرفوا. ما نقدرش نقول لك، انا كي قلت لك مصطلح اب ما عندوش معنى في حياتي، ما كنعرفش شنو هو الاب. دونك باش تخلى عليك؟ كيفاش؟ واش تخلى عليك؟ تخلى عليا؟ ممكن فيها، ممكن تقولي هكا، ممكن تقولي تخلى عليا. انت تبغي تجيب ابناء، و كيفاش تبغي تربيهم؟ غادي نبغي نعطيهم، نوفر لهم اي شيء كيحتاجوه، سواء ماديا الا ما قدرتش، اهم شيء انني نكون معهم معنويا. وكيف ما قلت لك، الحمد لله الام ديالي عوضتني على بزاف ديال الحوايج، ما نقدرش نقول لك، كانت معايا لعبت دور الاب ولعبت دور الام، وكنفتخر وكنقولها ان ربتني الحمد لله مرا وقدات بيا، ما نقدرش نوفي لها ولو تنشوف الدموع في عينك. لا ما يمكنش هي غادي نبكي على واحد الشخص اللي هو ما يستحقش يكون عليه اب، اما لا الى الدموع في عيني غادي. عندي واحد الام عظيمه اللي ضيعت بزاف الفرص انا باش انها تكبرني وباش انها تشوفني في احسن صوره. شكرا بزاف، ميرسي بوكو.